اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ايها الاوفياء لرموزكم القاده ورحمه الله وبركاته. نقف اليوم وقفه وفاء، وقفه تضامن، وقفه حق صادقه ومعبره عن ما في النفوس. تجاه هؤلاء القامات الاسلامية والرموز الوطنية المجاهدة في سبيل الحق الذين شهدنا برؤيا العين جهادهم وصبرهم وتضحياتهم وفكرهم الاسلامي الاصيل الممانع والأبي على الظلم والضيم. والحيث في الذكرى المشؤومة لاعتقالهم من قبل قوات الجور الخليفي السعودي أبان فترة الطوارئ في مثل فجر هذا اليوم قبل ثلاث سنين مضت رأينا كيف تم اقتحام حرمة بيوتات محترمه وتم اعتقال استاذنا القائد مع بقية الرموز، وكيف تم التنكيل بهم وضربهم بشكل بشع حتى الادماء، ونستذكر تخريب بيوتهم وتكسير وسرقة الممتلكات، والاعتداء على النساء الشريفات وترويعهن. كل تلك المشاهد لم تغب يوما عن الأذهان ولم تغيب بل ستبقى ذكرى أليمة تستثير في نفوس الأحرار حمية للثأر والقصاص قادم أستاذنا المجاهد أو كما يحلو لنا أن نسميه بإستاد البصيرة الذي رسم لنا خارطة الجهاد بفكره الثوري الحركي الواعي الذي قل نظيره على الارض هذا الوطن والذي انبثقت ثورة الرابع عشر من فبراير من رحم فكره نستذكر هذه القامة الشامخة فجر الرابع عشر من فبراير مرورا بالكلمات التي اشعلت ميدان الشهداء بالحماس العارم وصولا لخارطه الطريق في الوصيه الاساس حتى الكلمه التي وضعت حجر الاساس في درب المقاومه والتحرير عندما قال اما العدل في الدوله او المقاومه المشروعه نعم اما العدل في الدوله واما المقاومه المشروعه هذا هو القانون الذي سنه الثوار اليوم لمقارعه الطاغوت الساقط حمد ونظامه العنهجي ومن خلفهم الاحتلاليين التكفيريين السعودي والاماراتي عاهدنا القائد ابا حسين وعاهدنا استاذنا ابا علي وجميع الرموز الصامدين الثابتين عاهدناهم في ميدان الشهداء بان لا تنازل عن اسقاط العصابه الخليفيه الحاكمه وبان لا تفريط في حق القصاص ممن قتل وسجن وانتهك العرض ودنس الشرف والحرمات واخيرا ايها الاحبه نغتنم الفرصه ونؤكد خيارنا الاستراتيجي الثابت بالالتزام النهج الممانع المقاوم حيث ان شعار المرحله القادمه نعم للمقاومه المشروعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب النويرات الاثنين سبعة عشر مارس الفين واربعة عشر مقاومة مقاومة